مع اقتراب درجات الحرارة من نصف الغليان وهربا من أجواء الصيف، يجد الكسب والحمالون والعاملون في منطقة الباب الشرقي بهذه المراوح الموضوعة على جانب الرصيف فرصة لتبريد أجسادهم لدقائق قليلة قبل العودة إلى ممارسة أعمالهم الشاقة بأجواء حارة لاهبة. فقرة الناس البطال هذول التعبانين على العرباين الناس المساكين يوقفون هنا شوية بسبيل ياخذون جو حلو. هسه أنا وقفت شوية، أنا بيا سكر شوية ارتحت، يعني رجعت نشطت شوية. البشر هسه من يفوت منه أنا ويحس بالبرودة شوية انتعاش، يعني خصوصا بهذا الحر القوي هذا بالعراق نمر بيه. ومع حلول الفصل الأشد حرارة يصبح بيع الماء البارد في التقاطعات مهنة يعتمد عليها الفقراء في كسب أرزاقهم، حيث يعمل راغب البالغ من العمر 10 سنوات مع والده ببيع الماء على جانب الرصيف، لكن الرصيف لا يتسع للجميع فيضطر آخرون للوقوف تحت أشعة الشمس وسط الشارع لبيع الماء. أنا اسمي راغب، عمري 15 سنة، أبيع ماي لعين أبويا، صل هواي تقريبا 3 أشهر. هاي ما فقي يعني اشتري صندوق 1000 وربع استفاد من عنده، يعني 1000 ونص استفاد من عنده. أكو يعني مثلا ياخذ بطل هذا المي يقول أعمال 1000 لك يعني لابنك. هاي مثلا أكو بيوم ياخذون 4 بطالة يعطون 5 يقول هاي وزعها توابق. هسه اكو محافظات يعني ناصية كود يجون يشترون يعني يفترون يقول ما يخرج على بابا. وعلى الرغم من وصول درجة الحرارة إلى 50 مئوية في معظم أيام الصيف، إلا أن الكسب يستمرون بالعمل كون حياتهم المادية تقف على ما يحصلون عليه خلال وقوفهم الطويل. من بغداد، مصطفى صقر، ABC News.